على وداعي شهيد لم يتجاوز العشرين من عمره، استفاقت مدينتا رام الله والبيرة. محمد سلطان الشاب الغزي لاحقته قوات الاحتلال إلى أحد الأبنية أثناء اقتحام مدينة البيرة، وأطلقت عليه رصاصتين من مسافة قصيرة، ثم احتجزته مصابا، وبعد فترة من الوقت سلمته شهيدا لطواقم الإسعاف الفلسطينية. هو بيحمل هوية عنوانها غزة، وبالتالي تفاجأ بالجيش حسب الحديث، حاول يختفي منهم خوفا يعني من ترحيله على غزة، أو بالتالي لحقوه في عمارة قيد الإنشاء في المنطقة وأطلقوا عليه النار. قوات الاحتلال كانت قد دهمت محلا للصرافة في مدينة البيرة، وأثناء انسحابها تصدى لها الشبان بالحجارة، بينما كانت قد شنت حملة اقتحامات لمحال تجارية وأخرى للصرافة في أريحة وقلقيلية التي شهدت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال. اقتحام محل الصرافة تزامن مع اقتحام مدينتي طوباس ونابلس اللتين شهدتا تصديا من المقاومين الفلسطينيين واشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بيت أمر شمال الخليل وضاحية شويكة في طول كرم شمال الضفة، فيما أصيب ثلاثة مستوطنين بجراح في عملية إطلاق نار استهدفتهم قرب رامين شرق طول كرم التي مشطها الاحتلال بحثا عن المنفذين. جيش الاحتلال ما يقوم به من اقتحامات واعتقالات جماعية ومن اطلاق الرصاص الحي على ابناء شعبنا الفلسطيني هو وقطعان وعصابات المستوطنين، ليصل عدد الشهداء الى ما يقارب 570 شهيد في مدن الضفة والقدس، وكل ذلك يندرج في اطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 20 فلسطينيا من انحاء الضفة الغربية، بينهم طفل واسرى محررون اضافة الى اسير جريح. إسرائيل تحاول التغطية على أزماتها الداخلية من خلال فتح جبهة جديدة للحرب في الضفة الغربية، وهي جبهة كما يؤكد مراقبون ستكون الأخطر بسبب الطبيعة الجغرافية وتداخل المستوطنات مع المدن والقرى الفلسطينية. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.